انا بالنسبه لوجهه نظري في المدرب انه نجح بفضل الله تعالى بامتياز في اول مباراه له مع النادي الاهلي ومع جمهور النادي الاهلي ومع اداره النادي كمان ازاره يا كابتن ربيع. يعني ناس كتير توقعوا ان هو ما بداش بازاره النهارده بحيث ان هو كان بعده في معسكر الفريق عن التدريب لما كان في عرض صيني والكلام ده اللي احنا سمعناه. فان انت تبدا برضه دي خلي بالك عايزه قلب. يعني أزارو انا موجود. كنت بعده لعبته ازاره موجود يعني يلعب معلش ازاره ترتيبه رقم واحد في النص حرب الصريح. انا معاك والنهارده ازاره من وجهه نظري الظروف اللي قبل كده ما انا قلت يعني ازاره لا يعني برضه في نقطه مهمه جدا لازاره انه جاي كان جاي له عرض كبير جدا وما تمش جه نسي العرض والنهارده بيقدم عرض كبير جدا للنادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي. هو ده اللعيب المحترم اللي تحترمه وتحبه انه بيحب النادي اللي بينتمي للنادي اللي بينتمي للجمهور بينتمي لكيان كبير جدا نسي العرض والنهارده يعني نجم المباراه وقدم رقصه جديده كمان ورقصه جديده دي برضه دي حاجه تانية خالص دي كانت هتبقى بالصيني